بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، معكم المهندس حازم عبد الله، عقارك هنا للتسويق العقاري والتشطيبات. يلا نبدأ الفيديو بتاع النهاردة. ده كده يا جماعة شكل الشارع اللي بتبص عليه الشقة بتاعة النهاردة. ده شارع رئيسي عرضه 20 متر. ده كده بقى يا جماعة شكل البرج من برة. البرج يا جماعة نصي على شارعين، الشارع العشرين متر اللي احنا شفناه دلوقتي، وشارع كمان جانبي 8 متر. شقة النهاردة نصية بتبص على الشارعين. كده بقى يا جماعة وصلنا الدور اللي فيه الشقة بتاعة النهاردة. شقة النهاردة يا جماعة بتتباع بالعفش او بدون، حابب تاخدها بالعفش اللي فيها ممكن، حابب تاخدها بدون العفش برضو براحتك. شقة 3 غرف ورسبشن قطعتين ومطبخ و2 حمام. وزي ما احنا متعودين بنجيب كل حاجة بالتفصيل، احنا دلوقتي قدام باب الشقة اهو، وعندي في الدور شقتين، هنا كده شقة وهنا كده الشقة بتاعة النهاردة. وبرضو عندي اسانسير، ده الاسانسير اهو، وعندي برضو عداد الكهرباء. ده كده يا جماعة عداد الكهرباء بتاع الشقة اهو، عداد كهرباء جديد كارت. ده طبعا العداد بتاع الشقة التانية اللي جنبيها، برضو التوضيح برضو كل حاجة. يلا بقى نبدأ نخش شقة النهاردة برجلينا اليمين ونقول بسم الله ما شاء الله. طيب قبل ما ندخل يا جماعة ونوصل على ريسبشن، تعالوا نشوف الأول حمام الضيوف اللي هو الحمام الأولاني يا جماعة. ده طبعا بيكون جنب الريسبشن، بحيث ان لو عندك ضيف أو حاجة حب يخش الحمام أكرمكم الله، بيبقى يدخل الحمام الأولاني اللي هو جنب الريسبشن ده، عشان ما يخشش على الحمام التاني ويجرح معاك الغرف. ده كده يا جماعة شكل السيراميك بتاع الحمام الأولاني، تمام. بعد كده يلا بقى نبدا نخش كده، بتجيلنا طرقه التوزيع دي، وده شكل التشطيب اهو يا جماعه، في عندي بيت نور برضو اهو. تعالوا بقى نخش كده على الريسبشن، وزي ما قلت لحضراتكم الشقه بتتباع ممكن بالعفش وممكن بدون، وبرضو واحنا ماشيين هجيب لحضراتكم كل العفش بالتفصيل في الفيديو معانا، بس ركز معانا في الفيديو وركز في التفاصيل، هجيب كل حاجه يا جماعه بالتفصيل ان شاء الله. اللي عايز ياخد الشقه بالعفش هيجي يشتري وياخد على الفيديو اللي انا بعرضه ده يا جماعه، يعني كل الحاجات اللي هتشوفوها دي للبيع مع الشقه، ممكن تاخد بالعفش وممكن بدون العفش زي ما تحب طبعا. ده كده ريسبشن اهو، وده شكل التشطيب بتاعه. بص يا جماعه دي اولا الشاشه اللي في الريسبشن، انا في عندي 4 شاشات في الشقه، ركزوا معايا يا جماعه عشان تشوفوهم. وهنا كده في انتريه بيبص على شارع رئيسي عرضه 20 متر هوريه لكم دلوقتي. وفي عندي برضو ده التكييف الاولاني، ده التكييف يا جماعه 3 حصان، وعندي كمان 3 تكييفات 2.25 حصان، يعني عندي في الشقه 4 تكييفات يا جماعه. وبصوا على الحاجات الموجوده هنا كده، عندي الجزء الثاني اللي هو السفره، يعني كده عندي الريسبشن واخد قطعتين سفره وانتريه. تعالوا بقى اوري لحضراتكم الشارع، ده الشارع اهو يا جماعه، يعني بص مش هفتحه بقى من هنا بس هوريه لكم. انت الشارع ده 20 متر يعني بينك وبين الجار اللي هناك ده 20 متر، هوريه لكم دلوقتي من البلكونه، لان الشقه دي من ضمن المميزات اللي فيها ان هي فيها بلكونه و3 غرف وكلها بتبص على الشارع، يعني الشقه ناصيه كلها بتبص على الشارع يا جماعه، الغرف والريسبشن كله بيبص على الشارع. شفنا دلوقتي الريسبشن، تعالوا بقى نخش طرقه التوزيع دي ونشوف الغرف ونشوف ازاي بتبص على الشارع، ونشوف كمان البلكونه والفيو من البلكونه. عندي طبعا ده كده المطبخ، ده في فتحه سيرفس صغيره كده جايه من المطبخ، هنشوفه دلوقتي من جوه. تعالوا الاول نخش ونشوف الغرفه الاولى دي، كده هنا الغرفه الاولى اهي يا جماعه، تعالوا نشوفها اهي، دي المساحة بتاعتها تقريبا 4×4 صافي اهو يا جماعة. دي طبعا هم عاملينها هنا زي ليفنج، انت بقى براحتك عايز تخليها غرفة نوم براحتك، دي حاجة ترجع لك. وعندي الشباك ده اهو على الشارع، وعندي هنا البلكونة برضو على الشارع. ده يا جماعة مكيف اهو 2.25 حصان، وفي كده عندي شاشة برضو، كل غرفة فيها شاشة ومكيف، عندي 4 شاشات و4 مكيفات. تعالوا بقى نخش البلكونة ونشوف الهواء الجميل ده. دي كده يا جماعه البلكونه اهي بتبص على الشارع 20 متر، ده شارع يا جماعه 20 متر، وده شارع جانبي كمان عرضه 10 متر او تقريبا، لا 8 متر يا جماعه مش 10 متر، بس الشارع برضه حلو. دي كده البلكونه اهي، ودي المساحه بتاعتها، مساحتها حلوه يا جماعه ما شاء الله، الفيو جميل قوي يا جماعه هنا في البلكونه اهو. ده كده يا جماعه الفيو من البلكونه. تعالوا بقى نرجع عشان نكمل بقيه الشقه معانا. وطبعا مش هذكر حضراتكم يا ريت اللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك.
كده يا جماعة شفنا الغرفة الأولى. تعالوا بقى نشوف الغرفة الثانية. دي هنا كده يا جماعة الغرفة الثانية أهي. برضو يا جماعة أهو زي ما حضرتك شايفين شاشة أهي برضو. دي كده تعتبر الشاشة الثالثة. عدوا معايا يا جماعة. وده كده عندي فيه سريرين ودولاب. وده كده يا جماعة الشباك أهو بيبص على الشارع اللي هو الثمانية متر الجانبي. يعني كل الغرف بتبص على الشارع يا جماعة. معلش بس في حاجة هصلحها، إن هما ثلاث مكيفات مش أربعة. ثلاث مكيفات، معلش بعتذر عن الغلطة دي. دي الغرفة الوحيدة اللي من غير مكيف، يبقى ثلاث مكيفات وأربع شاشات. تمام؟ بعد كده هنا تعالوا نشوف المطبخ. وركزوا يا جماعة في الحاجات الموجودة. بوتاجاز خمسة شعلة، الناس اللي هتاخد بالعفش. هقول دلوقتي يا جماعة السعر بالعفش والسعر بدون العفش. وزي ما أنت حابب، عايز تاخد بالعفش ماشي، بدون العفش ماشي. اهو يا جماعه ده حوض برضو. بص يا جماعه بجيب لكم كل حاجه. هنا عندي غساله برضو اهي اوتوماتيك توشيبا، بوريها برضو لحضراتكم، موجوده معانا برضو في العرض. ودي برضو الثلاجه توشيبا ثلاثه باب. تمام يا جماعه، كل حاجه بالتفصيل اهي. اللي هيشوف الفيديو مش هيحتاج يجي يعاين، ممكن يخلص على طول ان شاء الله. وهنا كده عندي فتحه السيرفيس اهي اللي بتبص على الريسبشن. كده شفنا غرفتين والريسبشن وشفنا المطبخ. تعالوا بقى نشوف الحمام الاول، وبعد كده نرجع نشوف الغرفه الثالثه. ده كده يا جماعه الحمام اهو، ودي المساحه بتاعته، وده لون السيراميك بتاعه. عندي هنا السخان كهرباء، لان طبعا لسه الغاز ما دخلش. ده كده يا جماعه السخان اهو، ودي مساحه الحمام. دي مساحه الحمام اهي، واحده عشان المرايه دي اهو يا جماعه. ده كده الحمام. تعالوا بقى نخش الايه الغرفة الثالثة. بصوا يا جماعة الغرفة الثالثة اهي برضو، المساحة بتاعتها حلوة برضو اهي، واخدة غرفة نوم مرتاحة اهو يا جماعة. دي كده غرفة النوم اهي، وده المكيف اهو الثالث، 2.25 حصان برضو اهو يا جماعة. ده شكل التشطيب اهو. وده كده الدولاب، الناس اللي هتاخد بالعفش. الشقة دي يا جماعة مطلوب فيها بدون العفش 1,350,000. لو هتاخدها بكل العفش اللي فيها ده، هيبقى مطلوب في الشقه 1,850,000. وطبعا لاي استفسار ارقامنا موجوده قدام حضراتكم على الشاشه، في رقم فون ورقم فون زائد واتساب. في حاله عدم الرد على طول ابعت رساله على رقم الواتساب، هنرد عليك على طول. مواعيد العمل من الساعه الواحده ظهرا وحتى الساعه التاسعه مساء، والاجازه الرسميه يوم الجمعه. الشقة يا جماعة في الدور ال 11، البرج 13 دور، ناصية على شارعين، كل دور فيه شقتين وفي عندي أسانسير. في فوقيك دور كمان يا جماعة للتأكيد، شقة ناصية بتبص على شارع 20 متر، الشقة عنوانها فيصل شارع ال 20 الرئيسي. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجب حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المهندس حازم عبد الله.